الخرايفي والتسجيل العظيم الثالث أن هدف الثالث عملية منسقة في بعيد التجمل في هذه المخالفة حمزة الأحمر يتقدم ويسجل الهدف الأول الهدف الأول لصالح النجم الرياضي السهلي عن طريق حمزة الأحمر والتوقيت الدقيقة 29 إذا تتقدم هدف افتتاح النتيجه لصالح الترجي الذي تونسي من الدقيقه 17 يعني الدقيقه 62 من المباراه تتغير النتيجه مشاهدينا الكرام هنا في ملعب الفنون ومن المستحيل ان يكون كل هذا الان الترجي بزين حاط مين يضرب اعطيني راس قدم النجم الساحلي.